معنا اتصال. صالح من القصيم. نعم ابو صالح. نعم سم الشيخ. سم يسمعك الشيخ، او عطنا السؤال. انا انقل طال عمرك ابوي موكلني على السلس اعمال البر. ايه ولدي مشاركة المسجد في اعمال البر. نعم مثل تحفيظ القران في اعمال البر. طيب ابشر الشيخ اتاك. وش سؤالك عن ايش؟ وش السؤال؟ اقول ابوي موكلني سلسه علي. ايه وما حتى يقول كاتب انه موصينا باعمال البر. طيب يعني مثل شاركة بالمسجد اعمال البر. طيب مثل تحفيظ القران في اعمال البر. مثل يعني القران هذه يعني كذا من السلسه يعني. طيب يعني انت تسال عن اوجه اعمال البر فتتحقق. ايوه طيب ايه تسمع بعد قليل ان شاء الله. شكرا لك يا اخي الكريم. شيخ هذا يسال يقول انه نعم سمعت سؤاله. سم هذه وصيه في أعمال البر، وهو يذكر أشياء يرى أنها من أعمال البر، لكن عليه بالرجوع إلى القاضي، يأخذ الوصية معه ويعرضها على القاضي ويسأله عما أشكل عليه. نعم